السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. اليوم راح أكمل تختيم لعبة مورتريل كومبات إكس. طبعا أنا تأخرت بها هواية، بس هسه آخر حلقة كانت حلقة الخامسة، هسه هاي الحلقة السادسة والبرج السابع أعتقدي. أول ما أفتح اللعبة كالعادة يقول لي جرب حظك، تيست يور لك، تجيب هاي ثلاثة سوال خراب. نشوف الشخصيات منا والدروع من شنو حظ. باتل مود البرج السابع اعتقد. اي خل نشوف والله. 1 2 3 4 5 6 7 شخصياتي عاوية. خل اشوف الستور شنو بي كاركترز وين هو. شخصيات ها. طبعا تحدثت اللعبة، واحد قال بالتحديث قام تتوقف. انا اول مرة شغلها بعد التحديث، صار لي هواي ملاعبة اصلا. القائمة الشخصيات تغيرت طبعا، تتذكرون شلون كانت قبل، صورة اكبر بس هسه غيروها. شخصيات غالية. كلهم غاليين. ما اقدر اشتري ولا واحد. غير التيم. جيب هذا. جيب هذا. هذول زينين. هذا نبدأ البرج السابع والحلقة السادسة. فايت. بدنا نبدأ الجولة الأولى. طبعا حسمون صوت التشقشق مال لمس، هذا شيء عادي. يعني هي لو تشتغل على الجويستيك كان صارت اضبط صراحة. ما جربته بس ان شاء الله اجربه لاحقا وراء الحلقة، واذا صارت على الجويستيك بعد احسن. داك هاي روح ارتاح لك. تفل علي مدري زوا علي مدري سوا هذا شيلي للحي. هاك هاري بني خدات بك. هلا هلا تعال. طبعا التختيم مالتها ممل صراحة، انا مليت من التختيم. فيكتوري التختيم مالتها ممل، ما اعرف قلت اكمل. والله ما اعرف لان سالفتها طويله، بس انا حكمل. هي كل اسبوع العبها مره لحد ما، حتى لو طول 4 اشهر حكمل تختيم. والله كريم. جولة الثانية. احنا بنعرف صد ضربات. صد ضربات هي انه خلي اصبعين على الشاشه يمين يسار. خلي صد الضربات. اوكي شباب، هاي الضربة لا بعيدة. جيب هذا لك. شد ما يتسي لك 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 لك. روح ارتاح. هذا فلشي ما هستخدم الثلج حرامات. نيو شو
طبعا ده اشوف لاج، اكو لاج شويه المساله بيها لاج مال بنيه. من كتل خراب اني قوية هاي طلع لك ضربات مدري منين حركات قوية. تعال الى هنا جد هاي. شكرا على المساعدة. طبعا هو هذا انكتل بس عندي المساعد مالتي المعلم هذا الاقرع ابو البوكسيات. شد يلا 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 دي 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 بوكسيات مدراجديات بوكسيات. تعال come here victory. ما اعرف ملل المفروض اكو استعراضات حركات ما اعرف دا مل من هي يعني معقولة حتظل تقاتل بس هلا سكوربن. يلا ها جمجمة هاي كسر اي جمجمة بس 650 كوينز اذا طول. جولة خمسة فايت هذا المعلم الأقرع واحد معلم الثلج. ما بي استعراضات قوية اللعبة لين مو مال بلاي لين مال موبايل. يمكن بالبلاي اعتقد استعراضات بس غالي اللي يبغى البلاي. تعال ادفع 70,000 شعدني. هلا 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 استلمه روح. تعال انت والله خوش الضربات. بعدين تعالي يا فتاة والله ما ادري ايش ضربتي بس هاي مو نفسه بالصورة. لا ذي كم المناظر مسدس تختلف جولة السادسة فايت. هذا هو الواحد انكتيل فليت والله فليت. كم هير تعال الى هنا. اي لا تفلت لا تفلت اي موت انت امير موت. بقى هذا اخر واحد. ايوه خلصت هاي الجولة بسهولة اذا النوبية ضدي كلش نوبية. دطوني قاطع هواي فلوس هواي ما تقوليش بيكم. جولة السابعة هلا غير التيم على السريع ضجت من دوري. اول وحدة راحت. تعال انت ابو البوكسيات ابو الراس المعدني تعبان طبعا هذا بس تغيير جو شو يسوي.
والله قمز عليه مثل الأسد، مو لا مثل النمر. ها شنو؟ تعال انت كمية، تعال هاي صد الضربات وكي بيش حي الضربيه بهذا. تعال انت ها هي فاهم جماعتي، والله ما اعرف طاقتهم منتهية، اعتقد ان ده صعد مراحل الجماعة ما مطورين، لازم واحد يطورهم. ما بيهم حيل، تعبوا خب هذا هيك عطلات. يا با ما بيحل يضرب بهذا 100%. شد دمره والله، خوش ضربة الأخيرة. إذن الجولة الأخيرة أعتقد الجولة الأخيرة فايت. تعال تعال ادخل كي عفية، هذا المعصر ذاك، هاي الضربة ضربة واحدة شيل، والله هذا اقتلهم كلهم، هاي اقتلهم كلهم اقتلهم كلهم. يلا لك 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 طيارة الطاقة هذه، ايه طيارة الا كمل بي. هلا شوف الا كتلة، وهاي الضربة الأخيرة إن شاء الله، آخر شي آخر شي 90 هاي قتلة. اي فلشة والله، ايوة اعطوني مدري شنو فول كونكت فايت كوينز، قليل يعطون طبعا كلش قليل. هاك سول ثلاثة، يعني صار لي 20 مدري 15 دقيقة قاتل. اذا البرج السابع انتهى، وصلنا البرج الثامن على الحلقة السابعة ان شاء الله. اذا اللي هنا توصل للنهاية، بس خلينا نشوف ايش عندنا. اكسبت حيطون شي 50 قطعة الفضية، هنا ما ادري شنو هذا الاكسبت لفوق 30 ما ادري منو. اذا اللي هنا شباب نوصل الى نهاية الفيديو، كان معكم علي العراقي.